اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت پڑھتے ہیں ہم شب خضر، دور سے فرزند رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله وأداك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسباب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى وعلام الهدى والقربة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرايع ديني وقواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة شهزاد علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله امة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارت سائر شهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد حسن بن علي الزكي الناصح الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم. زيارة حضرت عباس. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ولا روحك وبدنك.
أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الزابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعة واستجاب له دعوته وأتى ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وآتيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأتاك من جنانه أفساها منزلا وأفزلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المحبين فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون غريبا وهيدا شهيدا بأرض طوس. السلام عليك أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ونور الله عيوننا بظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو ركعت نماز زيارة.